فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. نعم، الفضل الحقيقي إنما هو بهذا، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المتبع عربيا أو عجميا، والخذلان والذلة على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عربيا. فهذا عمه أبو لهب أنزل الله القرآن بذمه ووعيده، وأبو جهل المخزومي من أفضل بطون قريش، ولم ينفعهم نسبهم ولا ضر سلمان وبلالا وغيرهم من الموالي أن كانوا من سادات السابقين الأولين إلى الإسلام. فالعبرة ليست بالنسب ولا بالبقعة، إنما العبرة بالإيمان والعلم النافع، الإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو مناط الفضل. نعم. قال: والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. هذه قاعدة، أن العبرة بالإيمان والعمل، وبالإيمان والعلم والعمل، لا بمجرد النسب أو بمجرد المكان أو اللغة أو غير ذلك. المدار على العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل، وهذا ما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. قال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب.